صغلني وسد عليا في الدار عدو، صغلني وسد عليا في الدار عدو، سد عليا. ومني جا عرف انت هو اصلا انايا قبيح، دا هو وخوتو قبيح. دابا تي ولدتي وانت صغيره باقا ما عندكش 18 عام، دابا تي ولدتي وانت صغيره باقا ما عندكش 18 عام. لا باقا ما لحقاش تي مني انايا، كون عندي العقل ديال دابا قام ندير بحال هكا. تي مني انايا، كون عندي العقل ديال دابا قام ندير بحال هكا، ولكن انا عقلي كان طايش وكنت باقا صغيره بزاف. وضحك عليا حيت هو كبار مني وضحك عليا الشيء، حيت انا بنتي بغيتش تغتصب كما اغتصبت انا، وبنتي بغيتش وقع عليا كما وقع عليا انا. الشيء حيت انا بنتي بغيتش تغتصب كما اغتصبت انا، وبنتي بغيتش وقع عليا كما وقع عليا انا. وبغيت جلالة الملك والشي الحموتي وقف معايا، بس صايب داك الدراري وريقات. اذا دابا تبش باللغه العاميه كتفي كنتو مقصرين بربعه، اذا دابا تبش باللغه العاميه كتفي كنتو مقصرين بربعه. تبقى قناة مغارب نيوز، اهلا وسهلا بكم. من قلب مدينة البيضاء جينا عند الاخت سومية في منطقة كري الرحام. كانت ضحية ديال الاعتداء من طرف رجل اللي كان معاهدة بالزواج، اللي خلى لها دابا جوج ديال الابناء اللي هما ضحية. وتسرد لنا القصة ديالها ونعرفوها مع اليوم. سومية، كيفاش كنت عايشي وانت ضحية ديال المجموعة دي من الملفات، الاغتصاب، السيد اللي موعدك بالزواج وخلي لك جوج دريات، كيفاش سومية مشوطة؟ السلام عليكم. بعد كان خوتي المغاربة خارج الوطن وداخل الوطن، أنا سومية أم راشيد. تلاقيت مع واحد السيد وعدني بالزواج، أنا بقى صغيرة عدي ديك 16 عام، بقى صغيرة ما عارفة والو، لعب لي بعقلي صافي تيقتو، حملت معاه بالدرية ويهرب ويخليني. دابا سومية باش تحاول نقاطعك، 16 عام اللي كانت عند نتي، كنتي خارجه للزنقة ولا كنتي عايش مع والديك ولا؟ مع والديك. استغلني وسد عليا في الدار عدو، سد عليا. ومني جا عرف انت هو اصلا انايا قبيح، دا هو وخوتو قبيح كبير. انا بزاف كاع كبير، ما عارفاش العمر ديالو، بعدا كان راه كبير. دابا تي كنتي قاصر، هو كان راشد، هو وكان كبر منك بزاف. كانت هو عنده لاكارت، انا مكانتش عندي لاكارت، حيت انا ملي مشيت باغي نولد بنتي ما بغوش يدخلوني، قال لي خاصك لاكارت. ضمناتني امي عاد دخلوني السبيطار باش نولد، حيت الوالده هي ضمناتني بلاكارت ديالي باش ولدت. دابا تي ولدتي وانت صغيره باقا ما عندكش 18 عام؟ لا باقا ما لحقاش، باقا ما دايرهش لاكارت، باقا امي اللي ضمناتني تولدت داك تا دخلت السبيطار، حيت امي منعوني قالك خاصك لاكارت. مني قلبوا لاج ديالي لقاوني باقا صغيره، وهي الوالده ديالي هي تعطي لاكارت ديالها، هي فاش ولدت بنتي. بعدا كاين ضحك ليا بعقلي انايا، قال لي غنتزوج بك وهادي وداكشي كامل، انايا ما عارفاش باقا ديك الساعه صغيره، حيت الدريه كتكون ديك الساعه باقا صغيره سن المراهقه كيكون عقلها طايش. هادشي اللي كاين اخوتي المغاربه. بعدا كاين مني شدو البوليس اعترف بالدريه دخل الحبس، قال الوكيل راه غادي ندير لها الوراق وداكشي، وما داش ليا الوراق، قال لي غادي تسكني معايا بغيتيني ندير لك الوراق. مشيت سكنت معاه، كل مره غادي بيا المحكمه ما كاين والو، كيديني خربق عليا وانا مع مقاريش، كيخربق عليا وكيرجعني باش نبقى قايسه معاه. قال لي المره اللي ولدتي هي ولد، قال لي انا ما عرفت واش ولد ولا بنت، العالم الله. قال لي ولدتي الدري، قال لي ندير لك الوراق الحاله المدنيه ونصايب لك كل شيء. دابا سمي، دابا انت ملي ولدتي مع البنت الاولى اللي دابا كبيره، زدتي كملتي معاه في العلاقه ديالك لانه كان موعدك باش يدير لك الوريقات، شفتي صافي قلتي راه انا دابا ضمنتي. المشكله ماشي غير موعدني، راه القران حلف بيه، يعني القران ديال الله مقدس، يعني هذاك القران يعني ما يقدرش شي واحد يحلف به. الله هكا كتشي باش بقى فيا الحال، حيت الله راه ما كيحلفوش به بحال، وعهد الله تاني راه واعر، عهد الله راه كيخرج في الواحد اللي كيدير عهد الله واللي كيحلف بالقران كيخرج في الناس. بالنسبه للعائله ديالك ما حاولوش يمنعوك؟ قالوك لا راه صافي يلعب بك المره الاولى يقدر يلعب بك، وليش قالوك العائله ديالك؟ عائلتنا كيخافوا منه. علاش كيخافوا من هاد السيد؟ الوالد ديالي انا كبير، راجل كبير مسن، وكيجي كيجرني صحه كيديني صحه من هنايا، كيخرج الوالد مسكين شيباني لابس باطو يتفتف بغي الدار معاه باش ما يخليش يتعدى عليا.
كيتكرفس عليا وكيتكرفس على والدي ووالدي. شحال من خطره ديكلاراو بيه، مره عند وكيل ما يجوج ما يتلاته. كيف ما قلتي كان كيجرك مننا من الدار؟ والناس كيتفرجوا وما كيقدر حتى واحد يفكني. كيقول لك هذيك مرتو بحال هكا، كيقول لك هذيك مرتو، مرتو بلا اوراق بلا والو. صح، هذاك الشيء ديال صحه مرتو صحه. وانا اصلا كنخاف منه، كيضربني كيتكرفس عليا، كيضربني مرتق على راسي، قلبتي كله مضروب. كنمشي للكوميساري بدماياتي كنديكلاري بيه وما كاين والو. هادشي كله عشتي معاه وانت باقا صغيره، باقا ما وصلتيش لسن الرشد باش حتى كلت العصا وخرجت للزنقه. ومن يجي تجلس معاه تقهرت بالعصا وداك الشيء معاه، كان كيضربني ودمايتي تشارول وداك الشيء. ومشي للكوميساري ما كيديروا معايا والو. انا نجي لدارنا، جيت لدارنا ثاني هي تنوض جري عدلت عليا امي، خرجتني من الدار انا والدراري جوج في رمضان للزنقه. وجلست حدا الباب والناس جابوا لي فطور، فرست حصيره جابوا لي الناس مايطه، وجلست حدا الباب وجابوا لي فطور. فطرت وبالليل، وهذا البيت اللي كتشوفوه كيفاش بنيته، درت الحصيره تما وفرشت الدراري ودرت لهم ميكو ودرت لهم مانطه ولويتهم وبقيت ندور حداهم حيت كانت كتصب ديك الساعه الشتا. كان تقريبا العمر ديال الدراري مني صايبت المحال هنايا يعني. خرجاتك امك تكون الدري عدو تقريبا شي 3 سنين بحال هكاك، والدريه تكون عدها 5 سنين بحال هكاك. دابا الدري 3 سنين والدريه 5 سنين، باقا ما قاديش لا راسو وباقيين صغار حتى هما. وخرجاتك العائله ديالك اذا هم فهم بعد ما جرى عليك الزوج جرى عليك الام. والناس اللي ساكنين هنا والناس اللي سابوا لي فطور وكيعرفوني غيقولوا هاد السيد راه ما كنكذبش هنايا، راه ما كنكذبش، جابوا لي فعلا الفطور وتكرفس هنايا تدورت هذا ووقفوا معايا وجا المقدم بغى يريب ليا وجاو القايد. وفي الاخر ملي دخل القايد اش لقى؟ الجيران وقفوا عليه قال لي فين غتمشي هاد السيده هي وجوج ولادها فين غتمشي؟ وملي دخل القايد ديك الساعه دورت غير الزرق حد حد هاد البلاصه. لازم قالت انا دخلت تخلع شاف هذيك البلاصه صافي، وحدا راسو مسكين هو يمشي ما عندي ديك الساعه لا طواليط لا والو، حدا راسو مسكين صافي هو يمشي فاش غادي تزيد هاد الشويه. الجيران ديالنا وقفوا معايا حتى بديت هاد العشه اللي كتشوفوا هاد البراكين اللي عايشه بيه انا وولادي. والمشكل انا ما بقاش فيا راسي، انا ضعت ما باغاش انا بنتي تضيع، وما باغاش رشيد ولدي اللي قال لك كيتريني في اللاصال وكيقرا وقال لك وتحيه للمخزن وباغي يخرج قال لك ضابط شرطه، وتحيه للضباط الشرطه تحيه ليهم. ولدي رشيد قال لك باغي يخرج ضابط. وتعد الله الناس اخوتي المغاربه المسلمين اللي فيكم الحنانه والشفقه، هذا الدري يعيش في هذا الغار كي غايدير تيقرا كي غايدير تيولي ضابط شرطه كي غايدير؟ ما لاقيش الشم ياكل وما لاقيش الشم يلبسو. اما ملي تصب عليا الشم نعاود ياكل الليل كاملين انا وولادي ونخرجوا في الماء البالات ونخرج الماء برا كيطلع لينا الماء تلا هنا سدادر كيسردو ما كنلقاوش فين نعس. قالت هاي هذا علاش غنعاود لك؟ خليها الله وصافي الله كبير الله كبير. مشكله دراري الاوراق لا عيشة كريمة، هادشي اللي كيبقى فيه وكلشي مني أنايا. كون عندي العقل ديال دابا كاع بندير بحال هكا، ولكن أنا عقلي كان طايش وكنت باقا صغيرة بزاف وضحك عليا حيت هو كبر مني وضحك عليا. هادشي اللي كاين أخوتي المغاربة. ودابا بالنسبة سمية اسمح لي نقاطعك في لأن واحد النقطة شرتي لها في اللايف السابق اللي كنتي دوزتي معانا، أنك دابا تقريبا واحد شهرين كيف ما دوزنا معاك قلتي لنا تشهرت الاغتصاب من طرف ولد رئيس ديال الجامعه تقريبا بدون داك الاسم ديالو. ولاحق دابا الغريب في الامر مشيتي انت والزميله ديالك باش تمارسوا معاهم تما، ولكن الغريب في الامر لاحقكم من فوق الفيلا ديالو وتهرشتي ومدا من داك الوقت وانت مارسه ودابا لحد الان كدير في الترويد. كيفاش هاد القصه حاولي تصرد لينا شو تحلينا؟ مني وقع لي بحال هكاك، راه قالت لي امو جات لعند ديال السبيطار وانا ما قارياش وجابت معاه واحد جوج جوندارام. كيفاش وقعت الواقعه بعد؟ جلس انا مشيت انا ويا عدوم جلسنا معاهم وداك الشيء. انا واحد الدريه صاحبتي جلسنا معاهم. انا غادا باغا ندبر على بين نوكل ولادي انا ما عنديش. اذا دابا تي ملي دابا سكنتي اسمح لي سمية اسمح لي، دابا انتي ملي كنتي ساكنه هنا كنتي كتخرجي الله يستر داك الشيء ديال الله كنتي كتخرجي كتدبري على راسك خاصك ما توكلي
هذاك النهار خدمت فر مشيت للمارشي خدمت فر ربيع جبت الربيع جبت البصله ماشي ما خدمتش خدمت في قهوه ماشي ما خدمتش فهمتي ماشي ما خدمتش خدمت ولكن داك الشيء بزاف كثر عليا داك الشيء حيت عندي جوج ولاد ماشي كان ولد نقدر عليه وكان جوج ولاد راكين راجل وكتلقى خدام وما كفيش وخدام خدمه زوينه ومحترمه وكل شيء وما مكفيش جوج ولاد ما حسك انا اللي مرا هذاك الشيء اللي كاين وانا دابا بغيت داك الشيء اللي وقع لي انا بغيت انا بنتي توقع فيه مبغيتيش تطيح في هذاك الشيء مبغيتيش تطيح في هذاك الشيء حيت انا بنتي مبغيتيش تغتصب كما اغتصبت انا وبنتي مبغيتيش وقع عليها كما وقع لي انا وبغيت جلالة الملك والشي الحموتي وقف معايا بس صايب هذوك الدراري وريقات وبغيت نحيد من القنس هاد البلاصه بغيت ولادي نقدم ما بغيتش بنتي انا تغتصب ما بغيتهاش شحال من تحرى الهام اكثر كيف ما شرط السابق انك عندك قصه اغتصاب وجديده مشيتي انت والزميله ديالك مشيتوا لعند الناس كيفاش لاحوكم كيفاش اش كنتوا غادي نتوما بنيه ديال دبروا على راسكم في كلمه كتقولي انت شنو هو اللي خلى السوء تفاهم ما بينك وبين سيتي لوحك من لحق من فوق الفيلا كنت فطا كنا الفوق واقفين دابا كانت صاحبتي كان داك كان معايا داك ولد الرئيس ديال الجامعه وصاحبتي كانت مع الدري الاخر حنا كنا طالعين الفوق دايرين كريسه صاحبتي بقات معاه لتحت بعدا كاين الدري الاخر اللي كان مع صاحبتي طلع على الاخر اللي الفوق داك كنت جالسه مع انايا بدي يقول ليه نتبادلوا اذا دابا انتو باش باللغه العاميه كتفي كنتو مقصرين بربعه قالين نتبادلوا بعدا كاين بداو تبادلوا ما نتبادلوا هذا كيتناقر هو وهذاك مع الحيط ديال السطح ما فيش هذيك الحاشيه وانا كنت واقفه في القنت انا ملي بداو يتناقروا وما يدفعني واحد فيهم مع الدفعه ما غادي نطيح تحت على هذه البلاصه على هذه البلاصه ولا هذه ولكن هذا السبب عطى لي الله باش نبعد هذيك راه طريق ما والو الله عطاني اختبار هذا هو الاختبار باش نبعد الله ما بغانيش نوقف هذاك الطريق ملي طحت انا بحال هكايا هزتني عيطوا على لابيناس ديالهم اللي كيعرفوا هزتني جابتني الكازا مول لابيناس ملي فقت داك الشيء وكيقول لي شوفي قال لي راه حالتك قال لي لابيناس قال لي راه رجعت لي حالتك قال لي بالدمايات حالتك مشيت بداك السبيطار جلست في تما هي باش غايجيو يدوا الدريه صاحبتي قال لك شدوها انا ما عارفه والو وشدوها ولا لا قالك شدوهم هما بثلاثة أنا بقيت في السبيطار بعدا كاين ما لقى الطبة بقاو يدور كل مرة كيجيو يسولوني واش معاك شي واحد عندك شي واحد في داركم قلت لي أنا ما عندي حتى واحد وما معايا حتى واحد ما عندي الله ووليداتي جوج هما اللي ساكنة معاهم في واحد البيت هادشي قلت لسميتو داك الطبة الله يكثر خيرهم الله يخلي لهم صحيحاتهم اللي تعاونوا معايا جمعوا بعضياتهم هذاك الشيء وشراو لي داك الحديد وداك الشيء اللي خاصني باش ندير العملية ودخروني داروا لي العملية الغد يعني بقى يعني راه خارج من العمليه غد مع الصباح ويجي لعندي موت الدري دي طيحني وهي تقول يعطي ولدي شكون قلت لها عرفتيني انا شكون قلت لها لا وتقول انا راجلي راه رئيس ديال الجامعه دير ما تصوري والو قالت لي دابا قالت لي غنقوم لك بكل شيء قالت لي غنهزك قالت لي تتصحي غنقوم لك بكل شيء بمصروفك بماكلتك بشرابتك باي حاجه دواتك كل شيء بعدا كين شريت لي هذه وشريت لي الدواء مرة الاولى صافي هي باش غادي تعيط على سميتو مشات قالت لي غادي نخرج نعيط على واحد اختي ولا ما عرفتش كتجي قالت لي باش نديوك للدار تمشي لداركم نخرجكم من السبيطار وهي مشات عريطه جابت جوندار فهمتي ملي جاو جوندار انا كنقول لهم كتبوا بعدا كنكتبوا داك الشيء اللي بغاو انا الاقوال ديالك انا هي الاقوال ديالي اصلا ما كنلقاتش نهضر حيت الفم ديالي كان مسدود وهاد البلاصه كانت منفوخه ومقيحه وهاد البلاصه ما كنقدرش نهضر وما كنقدرش نشرب ولا بغيت ناكل كناكل بحال الحليب داك الشيء السوائل يعني ما كنقدرش نحل الفم بعدا كنداروا داك الشيء اللي بغاو انا ما عارفاش داك الشيء اللي بصمت فيها راه ما قاريهش وما عارفاش اش كتبوا لي في داك الدوسي بعدا كاين بصمت مشات قالت لي صافي بنيتي صومي انا راه كل شهر غادي نصيفطك اللي قدرني بعدا كاين بقى جيت هنايا صيفط خلصت لابيرانس تاع لابيرانس مع 6000 ريال ومع 8000 جابتني حتى لهنا جلس صافي شويه ويعيط عليا ويقول لي راه ولادي مشدودين ملي جات العدي قالت لي راه ولادي مشدودين وراه يطلقوهم وهادي قالت لي راه يخرجوا اليوم من المحكمه مو صاحبتك
بعد هكا ملي خرجوا من المحكمة صيفطات لي عاوتاني 14 نهار اللي خرجوا، النهار اللي صيفطات لي 14000 ريال، هبطات بنتي وديك الدري اللي كانت معايا اللي كانت هي مشدودة هبطات جابت عليا من عندهم، وجبتي واحد الكوفة فيها الزيت والسكر. من تما ما بقاش كتهضر معايا ما والو، كنصوني عليها ما بقاتش باغا تجاوبني، ما كتهضر معايا ما والو. هانتوما كتشوفوا حالتي كي دايره وشحال وانا نتكرفس من الصغر ديالي. مشكلة اختي صاحب، بحال المدنية ما كايناش للدراري، يعني حياتي كلها عذاب، وكنحمد ربي وشكر يعني الله هو اللي عاطيني هذا الامتحان، فهمتيني؟ الله اللي باغي لي هذا الشيء، فهمتي ولا؟ الله باغي لي هذا الشيء، الله باغي لي هذا الامتحان، كيمتحن فيا واش غنقد واش غنصبر على هذا الشيء كامل ولا لا. ولكن الحمد لله انا صابره، ماشي ما صابره، شو كان راه تقط صافي، راه صبرت صبرت وانا كان صافي، ما بقيتش قاعده، راه ماشي ما صابره، انا صابره ولكن راه صافي. راه ضحكت لي البلاف ورا بعض، خطرت ما كنلقاش بحال التليفون، الناس كيعيطوا عليا بغيت يتعاونوا معايا، تليفون ها هو ما عنديش تليفون، دايره غير البيتري في التوين كنصايب فيه كيتشارج باش كنشعل شويه عاود يطفى. دابا انا بغيت من السي الحموتي ومن جلاله الملك، انا بغيت الحاله المدنيه من حقي، انا مغربيه وبيهم معترف بيهم عند الوكيل، يعني من حقي نصايب ليهم الاوراق، انا مغربيه وعندي لاكارت ديال المغرب، يعني ولادي تما مغربيين، وكاين باهم يعني ماشي باهم كيقول لك يتامى الحيين، يعني باهم محك حي وهم كيتسموا بحال يتيمين ما عندهمش باهم. بعد ما دابا وقعت شي كولو كيف ما كنقولوا هاد القصه ديالك من صغرك كيف ما قلتي انت وانت كتعاني، دابا شكون كيصرف عليك في هاد البيت؟ شكون كيدخل عليك تخبز زي الاخر؟ شكون كيصرف على هاد الوليدات؟ شكون ما كاين اللي يصرف عليا؟ الله كبير. كاين الناس الناجين عندي بعض المرات كيشوفوا فيا يصيفطوا لي راه كاين شي حاجه يطيبوها، يطيبوا الخبز يجيبوا لي، فهمتي؟ كاين مول الخبز تاني كيجيب لي مول الخبز مسكين ديما الخبز الله يسهل عليه، هادشي اللي كاين. اما انا راه ما كنوض ما والو، باقي لا وليت دابا كنوقف باش نمشي عليها، الا مولا الترويض قالت لي ما تمشيش عليها ولو خوف ما تبقاش واقف عليها بزاف حيت الحديد باقي ما دارش. دابا سمية شنو هو التيسيري ديالك باش تمشي لجل المغاربة والقلوب الرحيمة؟ أنا كنطلب من المحسنين، أول حاجة كنطلب من السي الحموسي وجلالة الملك ورق ولادي هما المهمين هما الأولين، وكنطلب من المحسنين خوتي المغاربة يتعاونوا معايا ويتعاونوا مع داك الدري وليدي أم رشيد، أنا أم رشيد، يتعاونوا مع ولدي ومع بنتي، وبنتي كما تغتصبت انا وقع لي المشكل، انا بنتي ما بغيتش تغتصب ولا توقع في هذا المشكل اللي توقعت فيه انا، وبغيت خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وبغيت المحسنين، وبغيت الجمعيه ديال حقوق الطفل، جمعيه ديال حقوق الطفل تبقى مع دوك الاطفال، انت ما اطفال وتما مغربيين، والجمعيات يوقفوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم من صغري وانا هكا، وكنحمد ربي وشكره، ولكن انايا باغا نعيش عيشه كريمه، نوكل ولادي ماكله زوينه، نلبسهم حوايج زوينين، سكنهم في بلاصه تكون زوينه نقيه، بيتي يكون كبير وزوين ونقي، ماشي شوفوا فين ساكنين، ها هو سداري وسداري وسداري ما كنلقى. اما بالليل البارح بلا ما نعودك على البرد قتلنا، حيت كل واحد عنده جوج مانطات جوج مانطات،